محمد ناصر شكرون عضو الاتحاد الكرة المركزي. محمد طبعا اتمنى له التوفيق بالاتحاد وان شاء الله ان يعمل بالشكل الصحيح. وانا يعني شهادتي بيه مجروحة بصراحة، بس اقول الميناء خسر محمد ناصر. ما هي هذه المفارقة، محمد ناصر يرشح بإدارة الميناء ما يفوز، يروح لاتحاد الكرة يفوز. بس الجمهور ما يعرف ليش ما يفوز. ليش؟ اللي صارت قبل الانتخابات هاي الأخيرة اللي خسر بيها انتخابات نادي الميناء، يعني طلعوه من ضمن الخطة مالتهم، رشحوا خطة له مؤامرة. ما أنا أقول خطة، ما يعني كل واحد يختار الأشخاص اللي وياه ويطلع أسماء للهيئة العامة حتى يفوزون. رغم كل هذا هو محمد جاب أصوات، بس أقول يعني الله انطى منصب أفضل أفضل بشكل عام بين يقود أحد أعضاء يقود الكرة العراقية، يعني من ضمن الأعضاء الباقين. ماذا ستستفيد البصرة من تواجد محمد؟ إحنا نريد محمد أن ما يجامل ويشتغل بالشكل الصحيح ويكون صاحب مبدأ، وهو هاي الشغلات كلها عنده، كلها بي والنزاهة. زين ورش، قد ألتقي بيك وتقيم لي تجربة محمد؟ أنا طيني موعد سقف زمن. إحنا متكلمين ويا محمد، مو بس أنا، ومع العلم ترشيحه اجى من نفط البصره. الميناء ما انطوا ترشيح، الميناء ما انطوا تثمين، لا اجى من هذا ترشيح السيد طاهر بلص. الاخ علاء نيروز وحسن هادي واسعد والاخوان بالاداره نفط البصره، يعني هم اللي دعموه وقالوا لازم واحد من البصره وفاز. ممتاز، هسه محسوب على نفط البصره؟ لا محسوب على البصره، على البصره. احنا اللي هذا الجروب اللي اشتغل الجروب الشباب جوز يعني اشتغلوا بخفاء، الجمهور ما يعرف الجمهور البصري، لكن اكو اشخاص مو بس ذولي، اكو اشخاص بعد حوالي بال17 اشخاص دعموا ورادوا ان شخص واحد يكون من البصره وينجح ما يفشل رغم هاي السنين. تجد فيه مواصفات القائد الرياضي؟ انا يعني عندي ثقه به، وان شاء الله البقيه الاعضاء بالاتحاد ان يساعدوا. طيب مو بس هو، حتى لا نقول نكون عنصريين للبصره. كوفند ايضا شخصيه رائعه وعندي ثقه به، هو ومحمد والباقين الشباب اللي ما عندهم، ما كانت عندهم فرصه تجربه، تقصد ما عندهم تجربه. انا اشوف امنا هم بيهم. طيب المانشيت الاخر،